السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة استشارتك مع دكتور لطفي احمد. فيديو النهاردة مش هنتكلم على مرض معين، ده احنا هنعمل تجربة عملية ازاي نعطي القط او الكلب الصغير بتاعنا الادوية الشراب من غير ما يحصل له اي مشكلة في الرئة. قبل ما اخش على الجزء العملي هشرح لكم شوية حاجات بسيطة كده نظري علشان تبقوا فاهمين انا بعمل ايه قدامكم. اول حاجة لازم السرنجة تعطي الجرعة المماثلة او الجرعة المناسبة للقط بتاعك او للكلب بتاعك علشان ما يحصلوش اي مشكلة من زيادة الجرعة. رقم اتنين، ان لما حضرتك تيجي تعطي الشراب لازم تكون السرنجة موجهة لاسفل على اللسان، ما ينفعش ان هي تكون موجهة لاعلى، لان لو حضرتك وجهت سن السرنجة او فتحة السرنجة لاعلى او للسقف هتنزل مجرى التنفس بدل ما تنزل مجرى الاكل والشرب، وعلى طول هتلاقي ان القط بتاعك بيكح، القط بيعطس، القط حصل له شرقة نتيجة ان في سوائل نزلت في الرئة او نزلت في الجهاز التنفسي، ودي مشكلة كبيرة جدا ممكن تعمل حاجة اسمها درينشنج نيمونيا، يعني التهاب رئوي. فناخد بالنا كويس جدا من النقطة دي. رقم واحد، ان انت تظبط الجرعة بتاعتك ما تبقاش قليلة ولا تبقى كبيرة. رقم اتنين، ان حضرتك لما تيجي تعطي الشراب تكون السرنجة بتاعتك موجهة لاسفل ناحية اللسان مش فوق ناحية السقف، لان على اللسان القطة هيبلعها وتنزل مجرى الاكل والشرب، انما السقف هتنزل اجباري بدون إرادة من القط او الكلب هتنزل مجرى التنفس، ودي مشكلة كبيرة جدا. هنتنقل دلوقتي على الجزء العملي، ياريت اللي وصل لحد دلوقتي يحط لايك وشير عشان الاستفادة تعمل. بتاع فيديو النظري ازاي تعطي القطه بتاعتك او الكلب دواء شراب. طبعا هنخلي بسله يعيش مع الكرتونه عشان يخلينا نشتغل وبعد كده نجيب بسله تاني. دي اخر جرعه لزرتك دواء الحساسيه علشان البرد، لان بسله كان عنده برد. دي اخر جرعه معانا النهارده. هنبدا ان احنا بالراحه نفتح العبوه، نقرب. ده شكل العبوه، طبعا هو الطعم الموز، فتلاقي ان القطه او الكلب بتاعك مستساغه. اول جزئيه قلتها في فيديو النظر ان احنا ناخد الجرعه بناء على السن بتاع القطه او الكلب بتاعك علشان ما يحصلش ليه اي مشاكل مع زياده الجرعه. كده احنا اخدنا نص سنتي بالظبط، باينه قدام حضراتكم نص سنتي بالظبط. تاني حاجه هنعملها نقفل العبوه عشان طبعا القطط والكلاب ما يتامنوش وممكن يتلاقوا الموضوع كله. هنجيب البسله دلوقتي علشان نعطي الجرعه. تعالي معانا نروح البسله. عايزل. طبعا بسلة خلى الكرتونة شكلها شوارع. نيجي واحدة واحدة علشان نفتح مع بعض. تعالي يا بسلة. قدام بسلة في فتحة بق، تقربي. بق بسلة في سقف وفي لسان. ما ينفعش ان احنا نيجي نعطي هنا. لو عطينا في السقف كده هتلاقي ان حصل حاجة اسمها شرقة او درينشنج نيمونيا، يعني التهاب رئوي نتيجة نزول السوائل ايا يكن، هي اكل شرب يعني او ادوية. لازم لما نيجي نعطي في اللسان من تحت كده بس، بسلة لحس والموضوع كده خلص. طالما لحس يبقى هو كده قدر ينزلها في مجرى الاكل والشرب، ونعمل كده بعد ما نخلص عشان لو اي حاجة نزلت في مجرى التنفس تروح، مع ان طالما ما كحش او عطس يبقى كده الموضوع الحمد لله تم بسلام يعني. بس كده بسلة خلصناه ويبدأ انه يلعب معانا. كده نعرف ان الحمد لله الجرعة بقت كويسة واعطناها صح. اهم حاجة بس تاخدوا بالكم منها ان نعطي الدواء صح، الجرعة بناء على السن والوزن، ما نكترش وما نقللش علشان تعمل مفعول. واخر حاجة ان احنا نعطي الادوية صح مش في السقف عشان ما يحصلش شرقة والقط بتاعنا يتعب. وكده يكون فيديو النهارده خلص، يا ريت تكونوا استفدتم. ولو معلومه واحده لسه محطش لايك وشير يحط عشان الاستفاده تعم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.